أهلا ومرحبا بكم إلى الظهيرة من الميادين، ونبدأها بالعناوين. استشهاد 3 فلسطينيين من كتائب شهداء الأقصى برصاص الاحتلال المباشر على مركبتهم وسط نابلس، والمقاومة تتوعد بالرد. الاستخبارات الروسية تحذر من مخطط أمريكي لتحريض متطرفين في دمشق واللاذقية على مهاجمة القوات السورية والروسية والإيرانية. بعد محادثاته في موسكو، الرئيس الفرنسي ينقل مقترحات بوتين إلى كييف. ووزير الخارجية الأوكراني يؤكد لن نتجاوز الخطوط الحمر بالنسبة إلى روسيا، ولن يجبرنا أحد على ذلك. بعد معارك عنيفة، قوات الجيش واللجان تحرر معسكر المحصام شمال حرض الحدودية مع السعودية، والتحالف يعترف بمقتل العشرات من عناصره. وفي النشرة، بازار طهران شاهد حي على تحولات إيران وركن أساسي لاقتصادها وانتصارها وصمودها. وفي الظهيرة أيضا مجلس اقتصادي مع الزميل عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مساء الخير مايا. في اقتصاد الظهيرة لليوم، بغداد تسمح بدخول الشاحنات السورية عبر الحدود البرية، ودمشق تصف القرار بالنقلة المهمة في التعاون الاقتصادي العربي. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة معك أماني مهنا. في أخبار الرياضة في الظهيرة لليوم، الأهلي يحمل أمال مصر لتعويض خيبة أمم أفريقيا، ويحلم بالتأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال النشرة، ولكن نبدأ الآن أولا مع آخر تطورات في فلسطين المحتلة مع كمروان. نعم مايا، نبدأ من فلسطين المحتلة، حيث اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بإطلاق النار مباشرة عليهم وسط مدينة نابلس. وفي التفاصيل، فقد أفاد مراسل ميادين بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشبان 3 داخل مركبة في منطقة مخفية وسط المدينة، ما أدى إلى استشهادهم. وأفاد مراسلنا بأن الشهداء هم إبراهيم النابلسي، أدهم مبروك، ومحمد لتخيل. إلى ذلك، زفت كتائب الأقصى شهداءها 3 وتوعدت الاحتلال بالرد. لجان المقاومة زفت بدورها الشهداء 3 على أيدي الإجرام والغدر والإرهاب الإسرائيلي في نابلس، وقالت إن دماء الشهداء 3 ستبقى منارة وقناديل للثورة المتصاعدة ضد العدو الغاصب حتى النصر والتحرير والعودة. ودعت المقاومين إلى الرد على جريمة الاحتلال وضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل شبر من أرض فلسطين. معنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، من هم الشهداء 3 وظروف يعني استشهادهم بعد دخول قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة نابلس، إلى منطقة المخفية، وتنفيذ يعني عملية الاغتيال هذه؟ نعم، الشهداء هم إبراهيم النابلسي، أدهم مبروك، ومحمد دخيل من كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس. قوات الاحتلال تتهمهم بتنفيذ 5 عمليات إطلاق نار على الأبراج العسكرية، على الحواجز العسكرية والأبراج العسكرية في محيط المدينة، وتعمدت على ما يبدو اغتيالهم مباشرة لأنها دخلت في سيارة أجرة فلسطينية، قوات خاصة عبر سيارة أجرة فلسطينية اعترضوا سيارة الشبان 3 وفتحوا نيرانهم باتجاه السيارة. شهود العيان أفادوا أن الشهداء كانوا حتى بلا رؤوس، يعني رؤوسهم تفجرت نتيجة كثافة إطلاق نار وتهداف الجزء العلوي من الشبان، وبالتالي القرار كان متخذا باغتيالهم وليس اعتقالهم، لأنهم فاجأوا الشبان وهم في السيارة وكان بإمكانهم محاصرة السيارة واعتقالهم، لكن على ما يبدو أن القرار كان عملية اغتيال.
قوات الاحتلال بكل وقاحة نزلت من السيارة، تفقدت سيارة الشهداء، تأكدت من استشهادهم وغادرت المنطقة بسيارة أخرى أيضا تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، بمعنى أنهم كانوا يخططون وعلى ما يبدو أنهم استولوا على هذه السيارات من مواطنين فلسطينيين واقتحموا فيها المدينة المخفية، هي في وسط مدينة نابلس، ولكن هذا لم يؤثر على قرار قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وسط النهار وقامت بتنفيذ هذه العملية. حالة من الغضب تسيطر على الأهالي مدينة نابلس، كتيبة الشهداء الأقصى في جنين أيضا توعدت بغد ونعت الشهداء. طبعا هناك الآن جدال حول متى سيكون هناك تشييع لجثمين الشهداء الثلاثة، هناك دعوات لمشاركة حاشدة في تشييعهم حتى تكون رسالة لدولة الاحتلال بأن الغضب وبأن المقاومة سترد وبأن مثل هذه العمليات لن توقف عمليات المقاومة. قوات الاحتلال وغانتس تحديدا وزير الجيش الإسرائيلي قال أنه أعطى أوامر لتنفيذ مثل هذه العمليات لوقف عمليات المقاومة بحق جنود الاحتلال في الضفة الغربية. مراسلة الميادين من رام الله نسرين سلمي، شكرا لك. على صعيد آخر، أجلت محكمة الاحتلال محاكمة أبطال نفق الحرية حتى يوم 11 من نيسان أبريل المقبل وفق مكتب أعلام الأسرة. المكتب قال إن أسيرا من بين أسرى نفق الحرية والأسرى المتهمين بمساعدتهم أبلغ المحكمة أن مصلحة السجون ترفض نقله إلى العيادة لتلقي العلاج رغم طلبه ذلك. إلى ذلك، أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن ثمة إجماعا الآن على أن مصطلح الفصل العنصري ينطبق على إسرائيل بطريقة متميزة جدا عن النظام الذي كان قائما في جنوب إفريقيا. وقالت الصحيفة البريطانية أن اتهامات الممارسات العنصرية لا تطبق فقط على المناطق القابعة تحت الاحتلال العسكري، وإنما لتوصيف حكم الاحتلال للأرض الواقعة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط. ورأت الصحيفة أن مثل هذا التشخيص الخطير لوضع إسرائيل جدير بأن يثير القلق لدى كل المؤيدين لها. تستأنف اليوم في فيينا المحادثات النووية في جولتها الثامنة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. الولايات المتحدة قالت إن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد، لكن يجب استكمال ذلك بسرعة لأن طهران تطور قدراتها النووية. كما قال وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن هناك اتفاقا محتملا يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف. ومعنا موسى الميادين إلى فيينا. موسى عاصي، مرحبا بك زميلي موسى. هناك من يقول بأن هذه الجولة ستكون حاسمة، ولكن من لنا أفضل منك لتطلعنا بأي جو استؤنفت هذه المحادثات؟ الاجتماعات الأولى ستعقد بعد ظهر اليوم بين كبير المفاوضين الإيرانيين ومنسق الشؤون الأوروبية إنريك مورا، وبعد ذلك ربما غدا يعقد اجتماع لكبار المفاوضين لمجموعة 4+1 وإيران من أجل يعني وضع على الطاولة ما تم التوصل إليه من قرارات سياسية خلال فترة وجود رؤساء الوفود في عواصمهم. المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت خلال الأيام الماضية بعض التنازلات لجهة الإعفاءات التي الموجودة بشأن منشأتي فوردو وأراك النوويتين الإيرانيتين، وهذه الخطوة اعتبرت هنا في فيينا بأنها إشارة على أن المفاوضات ستسير في اتجاه إيجابي. المعلومات المتطابقة إن كان من قبل السفير الروسي ميخائيل أوليانوف أو من قبل بعض الأوساط المتطابقة هنا في فيينا تشير بالفعل إلى أن هناك مسودة وثيقة من 20 صفحة كما قال أوليانوف، وهذه الوثيقة تعتبر هنا في فيينا اتفاق سياسي من أجل العودة إلى اتفاق العام 2015. وهذه الاتفاقية بحسب المعلومات التي وصلتنا يبدأ تطبيقها برفع العقوبات الإيرانية وأيضا السماح لإيران بالاستفادة من نظام التحويل العالمي للعائدات لعائدات النفط. وأيضا في خطوة إلى جانب هذه الخطوتين تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة خارج
إيران ربما تبدأ العودة أو البدء بإعادة هذه الأموال إلى إيران. هذه الخطوات الأولى التي يجري الحديث عنها كإطار اتفاق سياسي، وبعد ذلك أو في خلال هذه المرحلة يتم تجميد البرنامج النووي الإيراني بشكل تام لفترة التأكد من قبل إيران بأن الخطوات أو خطوات رفع العقوبات الأمريكية تسير بالشكل المتفق عليه. إذن هذه الخطوات التي يجري الحديث عنها، بالفعل هناك أجواء إيجابية ويمكن التوصل ربما إلى اتفاق خلال أيام أو أسابيع قليلة فقط. أشكرك موسى عاصم مفد الميادين، كنت معنا من فيينا. هذا وشدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة ابتعاد الأطراف الغربيين عن السياسات الفاشلة للإدارة الأمريكية السابقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، الذي أشار إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي تسبب بأضرار وانتهاك لحقوق طهران المشروعة، مؤكدا دعم بلاده لمطالب إيران المنطقية واقتراحاتها التصحيحية في هذا المجال. في المقابل، أخطرت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أخطرت الرئيس جو بايدن بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إذا لم يسمح للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها. وفي رسالة لبايدن، أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز بأنهم سيستخدمون النطاق الكامل من الخيارات المتاحة لهم لضمان التزام حكومته بالقوانين الأمريكية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران. إلى ذلك، ومع تصدر إيران سلم أولويات الاهتمام في إسرائيل، توجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أيال حولاتا إلى واشنطن في محاولة وصفها محللون بالأخيرة للضغط على الأمريكيين بشأن احتمال توقيع اتفاق مع إيران. التفاصيل مع منال إسماعيل. على وقع استئناف المفاوضات النووية في فيينا، لا يزال الملف الإيراني يتصدر سلم أولويات المسؤولين الإسرائيليين، وهو ما انعكس في المحادثة الهاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت والرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الماضي، الذي كرر خلالها بنت موقف إسرائيل من الاتفاق مع إيران. أولى محاور التهديدات على إسرائيل هي إيران. نحن نراقب عن كثب ما يجري في فيينا، وموقفنا معروف وواضح، وإسرائيل ستحافظ على حرية العمل بكل الأحوال مع أو من دون اتفاق. وفي إطار السعي الإسرائيلي للتأثير على الموقف الأمريكي من بنود الاتفاق، توجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أيال حولاتا إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي جيك سوليفان، حيث المفاوضات مع إيران تمثل بحسب محللين أولى عناوينه الرئيسية. على خلفية تجدد المحادثات النووية في فيينا، تمارس إسرائيل ضغطا في الموضوع، والسؤال المطروح هو ما الذي تعتزم إسرائيل قوله للأمريكيين في هذا التوقيت بالذات؟ حولاتا استبق توجهه إلى واشنطن بعرض موقف إسرائيل غير المعارض من حيث المبدأ لاتفاق مع إيران، مع تأكيده أن اتفاقا بالتفاصيل التي يجري الحديث عنها سيء لإسرائيل، ودعوته إلى الإبقاء على العلاقة الجيدة مع الأمريكيين سواء وقع اتفاق مع إيران أم لم يوقع. تكثيف المسؤولين الإسرائيليين الضغوط على الأمريكيين ينطلق من فرضية أن ما تفعله إسرائيل في هذا المجال هي المحاولة الأخيرة، لأن الوقت باتجاه توقيع اتفاق نووي مع إيران آخذ بالنفاد. قد يكون الشهر الحالي حاسما من ناحية المحادثات النووية في فيينا، وعمليا في إسرائيل يقومون بمحاولة أخيرة للضغط على الأمريكيين ربما لعدم السير بفكرة العودة إلى الاتفاق النووي القديم مع إيران. القلق الإسرائيلي من نتائج محادثات فيينا ترافق مع ترويج لتغيير إسرائيل استراتيجية تعاملها مع إيران لتتخطى الموضوع النووي، عبر توسيع دائرة المواجهات مع طهران إلى ميادين تتعلق بالاقتصاد والأمن والاستخبارات وحتى السياسة. إلى الشأن السوري، حيث كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن قيام القوات الأمريكية بالتواصل مع جماعات متطرفة من أجل الوصول إلى أهدافها في سوريا. الاستخبارات الروسية مروان قالت أن واشنطن تخطط لتحريض متطرفين في دمشق ولاذقية على مهاجمة القوات السورية والروسية والإيرانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنهب الموارد الطبيعية لسوريا وتشارك بنشاط في تجارة النفط في الخفاء.
في الشأن الأوكراني، انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم من موسكو إلى كييف، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد محادثات أجراها أمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نعم، وقد أفيد أنه نقل مقترحات الرئيس الروسي لحل الأزمة الأوكرانية، وكانت الرئاسة الفرنسية قد أفادت بأن اقتراحات ماكرون تشمل التزام عدم اتخاذ مبادرات عسكرية جديدة من الجانبين، ومباشرة الحوار ومباشرة حوار يتناول خصوصا الانتشار العسكري الروسي ومفاوضات سلام حول النزاع في أوكرانيا وبداية حوار استراتيجي. وكان بوتين قد أكد لنظيره الفرنسي وجوب استمرار الجهود الدبلوماسية والتوصل لحلول وسط، لكنه حذر من حدوث نزاع مع حلف الناتو إذا حاولت أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم عسكريا أو في حال انضمام كييف إلى الناتو. أفهم أن لدينا مباعث قلق مشتركة بشأن ما يحدث في مجال الأمن في أوروبا، وأود أن أشكر فرنسا على مشاركتها النشطة في اتخاذ القرارات الأساسية في هذا الصدد. كانت هذه هي الحال منذ بداية علاقتنا. يسعدني أن تتاح لي الفرصة لإجراء مناقشة عميقة حول كل هذه القضايا والبدء في تكوين رد فعال لروسيا وأوروبا يسمح لنا بتجنب الحرب وبناء عناصر الثقة والاستقرار للجميع. وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. يعني سلام، بعد زيارة الرئيس ماكرون إلى الرئيس الروسي ويتوجه الآن ويحمل مقترحات بوتين إلى الرئيس الأوكراني، ماذا يحمل ماكرون في جعبته إلى أوكرانيا؟ ما المأمول من هذه الجولة؟ أهلا بك مروان. طبعا من المفيد الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي الذي يقوم بهذه الجولة المكوكية بين العواصم انطلاقا من موسكو وذهابا إلى كييف هو يرأس الاتحاد الأوروبي. فرنسا الآن هي ترأس لمدة 6 أشهر الاتحاد الأوروبي، ومن المهم بمكان للرئيس الفرنسي أن يلعب دورا إيجابيا من أجل تقريب وجهات النظر إزاء ما يجري الآن بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية. من وجهة النظر هذه موسكو كما فهمنا أو كما نستنتج من تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين حريصة على أن تكلل بالنجاح الجهود الفرنسية، لكن أخذا بنظر الاعتبار التحفظات الروسية على الكثير من الأمور، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي وضعتها موسكو، هي 3 شروط أساسية حول الضمانات الأمنية بالنسبة لها. لكن هذا مع ذلك يترك هناك يعني فسحة للمناورة من أجل التوصل إلى حلول وسط ولو مرحلية. يبدو لي أن هذه الحلول الوسط يمكن أن تكون بتعهد كييف بالمضي قدما في تنفيذ التزاماتها وفق اتفاقيات مينسك. الغرب يتهم روسيا بأنها لا تنفذ هذه الاتفاقيات، لكن الكل يعرف وماكرون يعرف أن الطرف الأوكراني مشجعا من قبل واشنطن هو الذي يمتنع عن تنفيذ هذه الاتفاقات، خاصة فيما يتعلق بمنح وضعية خاصة لجمهوريتي دانيسك ولوغانسك ضمن أوكرانيا أي حكم ذاتي، كذلك فيما يتعلق بإجراء الانتخابات. هذه الانتخابات يجب أن تجري وفق هيئة انتخابات مستقلة وتحت مراقبة دولية، لكن أوكرانيا لا تريد أن يكون هناك أي يعني عنصر خارجي في إجراء هذه الانتخابات، وإلى آخره من الأمور، خاصة يعني الأمور إعادة تكامل هذه المناطق في الاقتصاد الأوكراني، وأيضا يكون لها وضع خاص فيما يتعلق بالتواصل مع روسيا. لذلك يعني الحديث الآن عن حلول وسطية أولا كما قلت مروان هي تنفيذ اتفاقيات مينسك، والمسألة الثانية هو أن على أقل تقدير في المرحلة الراهنة أن تتعهد أوكرانيا بأن موضوع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي الآن ليس حيويا وإنما يؤجل للمستقبل، وهذا قد يكون يعني نوع من الانفراج المؤقت. نعم سلام، يعني وزير الخارجية الأوكراني يقول أننا لن نتجاوز الخطوط الحمر بالنسبة لموسكو، ماذا يعني ذلك؟ يعني المقصود هنا طبعا بلا شك هو فيما يتعلق ب يعني العمل العسكري، أي حسم الموقف في دونباس بالطرق العسكرية. موسكو تشكك في صدق نوايا كييف بأنها تعد العدة لشن هجوم
وإرجاع دونيتسك ولوغانسك إلى أوكرانيا بواسطة القوى العسكرية، طالما أنها لحد الآن ترفض تنفيذ الكثير من الالتزامات وفق اتفاقات مينسك. يعني هذا قد يكون فعلا أيضا يضاف إلى الحلول الوسط، وهو أن تتعهد أوكرانيا بأنها لن تستخدم القوى العسكرية في دونباس، وهذا ما أيضا ما تعتبره روسيا من الشروط المهمة. فإذا كانت كيف فعلا مستعدة أولا لتنفيذ هذا الشرط، شرط عدم استخدام القوة، طبعا هذا سيتطلب من أوكرانيا سحب قواتها، عديد قواتها الكبير الهائل الذي يضاهي حجم القوات الروسية على الجانب الآخر من الحدود الأوكرانية الروسية. فإذا كانت هناك فعلا خطوات نحو سحب هذه القوات والتعهد بالاستمرار في عملية مينسك، ويعني فيما يتعلق بعدم انضمام أوكرانيا أو التعهد بأن هذا الموضوع الآن غير مطروح على الطاولة في الحوار الأوكراني الأطلسي، عندئذ يمكن فعلا أن نتحدث عن هذه الحلول الوسط التي يمكن أن تترجم في أرض الواقع كخطوة أولى للمضي قدما أيضا في الحوار الروسي الأطلسي فيما يتعلق بالضمانات الأمنية. هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، وفق معلوماتي من يعني مصادر قريبة من مراكز صنع القرار في روسيا، روسيا في المرحلة الحالية قد يعني تتراجع قليلا فيما يتعلق بتقديم ضمانات خطية يعني خلال فترة المفاوضات المتوقعة، أنه قد تحتفي روسيا في المرحلة الراهنة بضمانات شفوية من قبل واشنطن و يعني الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي، لكن هذا يكون بمثابة تمهيد لحوار مفتوح وطويل وعميق في كل القضايا العالقة بين الطرفين، بين روسيا والغرب الجماعي. نعم مروان، شكرا لك مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. وفي موازاة المساعي الدبلوماسية، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تستبعد إرسال المزيد من القوات إلى أوروبا. نعم، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه يجري التواصل مع وزارة الدفاع ومع شركاء في حلف الناتو بشأن احتياجاتهم. هذا ووصلت دفعة جديدة من القوات الأمريكية اليوم إلى بولندا بعدما سبقتها إليها قوات النخبة والقيادة نهاية الأسبوع الماضي. كما وصلت طائرة من طراز C-17 مصممة لإنزال عشرات المظليين ومعداتهم إلى مطار ياسونكا. إلى اليمن، حيث أفاد مراسل الميادين بأن مقاتلات التحالف السعودي شنت عدة غارات على منطقة الحفا جنوبية صنعاء. إلى ذلك أفاد مراسل الميادين بسيطرة قوات الجيش واللجان على معسكر المحصام الاستراتيجي شمال مديرية حرض في حجة الحدودية مع السعودية. وكان التحالف السعودي قد اعترف بمقتل أكثر من 30 عنصرا تابعا لقوات الرئيس هادي والتحالف السعودي في معارك على الحدود مع السعودية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية تأكيدها مقتل 32 من هؤلاء خلال هذه المعارك. ومن الإمارات التي يواصل زيارتها، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي أن بلاده تعتزم إرسال سرب من مقاتلات F-22 الأمريكية إلى الإمارات لصد الهجمات اليمنية. ماكنزي وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية وام، قال إن الولايات المتحدة سترسل المدمر الصاروخي الموجه USS كول، وأضاف أن بلاده تسعى لتعزيز النظام الدفاعي الإماراتي ولمساعدة الإمارات على التصدي للطائرات بدون طيار والتعامل معها قبل إطلاقها. على صعيد آخر، أعرب اتحاد الإعلاميين اليمنيين في صنعاء عن قلقه على حياة الناشط السياسي والحقوقي صالح الجرموزي المعتقل في قطر. وكانت السلطات القطرية قد اعتقلت الجرموزي بعد مداخلة على قناة الميادين ندد فيها بعدوان التحالف السعودي على بلده. وكشف ناشطون يمنيون أن الاعتقال تم بعد 10 دقائق من المداخلة حول مجزرة السجن الاحتياطي الدامية في صعدة التي خلفت 91 شهيدا وعشرات الجرحى. الشعب اليمني محاصر، الأمم المتحدة وهيئاتها تقول بأن هناك أكبر كارثة إنسانية موجودة في اليمن صنعتها الأيادي.
لم يمضي وقت على إنهاء الناشط السياسي والحقوقي صالح الجرموزي مداخلته على قناة الميادين ضد عدوان التحالف السعودي على اليمن، حتى أقدمت السلطات القطرية على اعتقاله. الإمارات للأسف الشديد تحولت إلى كيان بخاصرتنا الخليجية كما هو الكيان الصهيوني في خاصرتنا العربية. الجرموزي يمني مقيم في قطر ومعروف بمواقفه الداعمة للمقاومة والمناصرة لقضايا الشعوب المحقة. خلال مقابلته مع الميادين كشف الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتطبيع والعدوان على اليمن وسرقة المنظمات الدولية لأموال التبرعات التي جمعت باسم معاناة اليمنيين. يشحتوا باسم اليمنيين والشعب اليمني، يستلموا الأموال، ثم بعد ذلك أكثر من 16 مليار تقريباً ذهبت إلى جيوب الأمم المتحدة. مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالحملات الداعمة للجرموزي والتغريدات المطالبة بالإفراج عنه، وأجمع أغلب المغردين اليمنيين على أن الجرموزي أول معتقل يمني لدى قطر، وحذروها من اللعب بالنار والرضوخ للضغوط الأمريكية التي تسعى لزجها مجدداً في أتون حرب عبثية. هذا العالم الجبان المنافق الذي حاصر قضيتنا في فلسطين وجوع أهلنا في فلسطين ويهدد لبنان وحاصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية 40 عاما وغزا العراق واحتل العراق واليوم اليمن، هذه المنظومة وهذا العالم الغربي لا ينفع معه أختي إلا القوة ولا ينفع معه إلا الردع. استغرب هذا المغرد توجه الدوحة الجديدة لمعاداة اليمن في الوقت الذي تتحضر لحدث رياضي عالمي، وحذرها من أن طائرة مسيرة واحدة كافية لإلغاء استضافة كأس العالم. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الصين ردا على الصفقة الأمريكية لتايوان، سنتخذ إجراءات قوية لتعزيز مصالحنا. من جديد أهلا ومرحبا بكم. نستأنف الظهيرة من تونس، حيث دعا جمعية القضاة اليوم إلى تعليق العمل في المحاكم يومي الأربعاء والخميس المقبلين احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت جمعية القضاة في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، اعتبرت هذا القرار انتهاكا صارخا لاستقلالية السلطة القضائية، وقالت إن المجلس الأعلى للقضاء هو آخر ضمانة للفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها. كذلك أعلن جمعية القضاة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس المقبل. حركة النهضة رأت أن قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء يهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين ويمثل خروجا تاما عن الدستور. وفي بيان لها اعتبرت الحركة أن القرار يرمي إلى استحواذ سعيد على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله، وأكدت عزمها اللامشروط خوض أشكال النضال السلمي كافة لإسقاط ما وصفته بالقرار الجائر. وحمل البيان الرئيس التونسي مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته. جاء ذلك خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وإذ شدد سعيد على أنه لن يتدخل في القضاء أبدا. قال إن هناك من يحاول التستر على قضايا الاغتيالات. أريد أن أطمئن الجميع في تونس وخارج تونس أنني لن أتدخل في القضاء أبدا، ولم يقع اللجوء إلى الحل إلا لأنه صار ضرورة ولأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد. لن أتدخل في أي قضية ولا في أي تعيين، ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت أن يتم وضع حد لهذه المهازل التي تحصل ونستمع إليها
ولا أريد أن أتحدث اليوم عن عدد من الأسماء، ولكن من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية فليعلم منذ الآن أنه لن يتمكن للتسلل إلى قصور العدالة التي خرجت العدالة منها. معنا من العاصمة التونسية مراسل ميادين مراد الدلنسي. مراد مرحبا بك. هذا الجدل القائم اليوم في تونس كان متوقعا منذ لحظة تلويح السعيد باتخاذه إجراءات بحق الجسم القضائي، ولكن أسألك بالتحديد عن تداعيات خطوة جمعية القضاة اليوم. نعم، هذه الخطوة مايا تعتبر الرد الأول أو التفاعل الأول على الأرض من قبل القضاة، لأن في السابق في الأيام الماضية القضاة كانوا أصدروا بيانات رافضة، أقصد الهياكل القضائية من يعني المجلس الأعلى للقضاء والقضاة الشبان وغيرهم. اليوم جمعية القضاة تتحدث عن تحرك يبدأ بتعليق العمل في المحاكم ليومين متتاليين، ثم وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء. الملاحظ في هذه الوقفة أنه تمت دعوة، إضافة إلى القضاة تمت دعوة من اعتبرهم البيان العائلة القضائية والحقوقية وحتى الشخصيات الوطنية والقوى الحية المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء. هذه الوقفة مهمة لأنها ربما ستؤكد أو تنفي مدى هذا الجسم القضائي، ربما مدى تكاتفه، لأننا سمعنا بعض الأصوات من داخل الجسم القضائي والقضاة من يدعمون قرارات الرئيس قيس سعيد. هناك قضاة وكذلك المحامين أو عمادة المحامين ورئيس عمادة المحامين أكد أن هذه القرارات جاءت في وقتها ومن المهم تطهير القضاء. إذن وقفة يوم الخميس ستكون مهمة، كيف سيتفاعل القضاة، هل هم جسم واحد أمام هذه القرارات التي اتخذها رئيس الدولة. كذلك إلى جانب التفاعل القضائي مع هذه القرارات، هناك بيانات خارجية نتحدث عن الولايات المتحدة وسفراء الدول الثمانية في تونس أصدروا بيانات عبرت عن قلقهم من هذه الخطوة وأكدوا انطلاقا من هذه الجزئية بالتحديد وتعبير البعض عن قلقهم من هذه الخطوة التي اتخذها السعيد ما بين المؤيدين والمعارضين، وأيضا نضيف إلى ذلك بيان النهضة، ما هي السيناريوهات المتوقعة ولو كانت الإجابة باختصار لو سمحت زميل؟ نعم مايا، الآن سيكون هناك تحرك للقضاة يوم الخميس وحتى يوم السبت، هناك تحرك للقضاة واجتماع عام لهم. هي معركة كسر عظام متواصلة. بعض الأحزاب السياسية تتحدث على أن الدور سيكون في المستقبل على الإعلام والجمعيات والأحزاب، وأن الرئيس التونسي يسعى إلى وضع يده على كل مفاصل الدولة والمشهد التونسي. في المقابل رئيس الدولة يبدو أنه سيواصل هذه الخطوات وهذه القرارات. هي معركة كسر عظام متواصلة إلى حد الآن. أشكرك مراسل الميادين مراد الدلنسي، كنت معنا من العاصمة التونسية. إلى العراق، حيث قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الغد ولمدة 3 أيام. المجلس وفي بيان له قال إن القرار جاء نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب الرئاسة. ميدانيا استشهد 3 جنود عراقيين وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة في آلية تابعة للجيش العراقي في قضاء راوة بمحافظة الأنبار. مصدر أمني أفاد بأن الجنود هم مقاتلون ينتمون إلى الفرقة السابعة في الجيش العراقي، وأشار إلى إصابة 2 آخرين. وفي محافظة صلاح الدين، يواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية في جزيرة البو مرموس لليوم الثاني على التوالي بالتعاون مع الجيش والشرطة. مراسلنا أفاد بأن الحشد الشعبي دمر عدة مضافات لداعش في تلك المنطقة. هذا ونفذت قوات الحشد والجيش العراقي عملية تفتيش واسعة شرق قضاء بيجي بالمحافظة نفسها.
وإلى محافظة ديالى وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فلاح الفياض اليوم، وذكر بيان للحشد الشعبي أن الفياض وصل إلى هذه المحافظة لبحث الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الأمن وملاحقة فلول داعش من دون إعطاء تفاصيل أخرى. إلى السودان، حيث أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والمياه الملونة لتفريق المتظاهرين على بعد مئات الأمتار من قصر الرئاسة وسط العاصمة. وتحت عنوان مليونية 7 فبراير، خرج آلاف السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري بتظاهرات في الخرطوم ومدنها المجاورة للمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، حاملين الأعلام السودانية وصورا للضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات السابقة. يا عميل انت بتدافع عن هبوفتك؟ فك الدرجة دي وتخارج يا اخي، فك الدرجة دي وتخارج. من الأول قضيتنا واحدة واضحة، إحنا ما حنتراجع برغم القمع والقتل الحاصل، إحنا ما حنتراجع ما لم تكتمل مدينة الدولة. إحنا المدنية دي ما بنترجع من العساكر، إحنا حنقلع منهم إن شاء الله. الناس لما قاموا بالثورة دي قاموا من أجل كنسل فلول المؤتمر الوطني ومن شايعهم يعني، فكونه نيجي تاني في المشهد فأكيد دي بتدي الناس حماس ودافع أكبر إنه تشتغل بوتيرة سريعة وعالية يعني. ما إحنا صبرنا كثير، ما باقي لك قليل، فا يعني ما جاد على السنتين اللي فاتوا ديل، أي نعم كان في بريك بيناتهم، لكن يعني حنستمر إن شاء الله بغض النظر حتى لو خسرنا جزء من أصحابنا، إن شاء الله حنستمر. رأى السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أن العقوبات الأمريكية المفروضة على اللبنانيين والشركات اللبنانية بذريعة علاقتهم مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي للبنان. وأضاف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية أن حزب الله في هذه الحالة هو جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية اللبنانية، ويمثل مصالح شريحة واسعة من سكان البلاد ويتمتع بدعم شعبي، وقد تؤدي العقوبات المذكورة إلى تقويض إضافي للوضع السياسي الداخلي في لبنان. نددت بكين بصفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان بقيمة 100 مليون دولار لصيانة وتحسين منظومة باتريوت للدفاع الجوي، وقالت إنها ستأخذ إجراءات قوية لتعزيز مصالحها الأمنية. وكان البنتاغون قد قال في بيان إن الصفقة ستساعد في الحفاظ على التوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة. من جانبها رحبت وزارة الخارجية التايوانية بشدة بالقرار، وقالت إن الصفقة ستساهم في المحافظة على أمنها في مواجهة توسع الصين العسكري المستمر وتحركاتها الاستفزازية وفق تعبير الخارجية في تايوان. إلى ذلك، حثت الصين مجلس الأمن الدولي على اتباع نهج مسؤول تجاه العقوبات الأحادية. وخلال كلمة له أمام المجلس، شدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون على أن العقوبات الأحادية خلقت أزمة إنسانية متفاقمة لدى الدول المستهدفة. العقوبات الأحادية ضارة للغاية، والمقلق أن عدداً من البلدان لم تفشل فقط في كبح جماح عقوباتها، بل أساءت استخدامها بطريقة مجنونة بحيث يبدو أنها مدمنة عليها. لقد رأينا أن العقوبات الأحادية التي فرضت بأسماء مختلفة ألقت بثقلها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم العلمي والتكنولوجي للبلدان المستهدفة، وخلقت أزمة إنسانية متفاقمة، وأنهكت الحقوق الأساسية للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، كما ألحقت ضررا كبيرا بتناغم واستقرار العلاقات الدولية. لقد انضم إلينا الزميل عبد الله ظاهر من جديد ليأخذنا في جولة على آخر الأخبار الاقتصادية. مرحبا بك زميلي عبد الله. مرحبا مايا. الأبرز اليوم في أخبار الاقتصاد هو تلقي وزارة العدل اللبنانية طلبا قضائيا ألمانيا للحديث عن معلومات تتعلق بحاكم مصرف لبنان. هذا الطلب الألماني يأتي بعد طلبات من فرنسا، صحيح، لوكسمبورغ وسويسرا. وهو ينفي كل هذه المعلومات ويقول أن هناك نوع من مؤامرة ضده. تفضل. شكرا. Thank you.
أهلا بكم. أكد عضو اتحاد غرف التجارة السوري فهد درويش قرار بغداد السماح بدخول الشاحنات السورية، واصفا القرار بالنقلة المهمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري. درويش رأى أن القرار سيساهم بدعم حركة التصدير برا وبتخفيف كلفة الصادرات من خلال تخفيض كلفة الشحن، ما ينعكس إيجابا على قدرة المنتجات السورية في المنافسة في السوق العراقية. تلقت السلطات اللبنانية رسالة من وزارة العدل الألمانية تطلب معلومات عن الأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وكانت السلطات اللبنانية قد تلقت طلبات مشابهة من فرنسا، لوكسمبورغ وسويسرا، وكلها يهدف إلى دعم التحقيقات الجارية حول الحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي. كشف سفير روسيا لدى إيران ليفان جاغاريان أن طهران قدمت مقترحات بشأن توسيع التعاون في مجال الطاقة، وأن العمل جار لدراسة وتنفيذ المقترحات. وقالت جاغاريان لوكالة سبوتنيك أن زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو في الشهر الماضي تطرقت إلى مختلف جوانب التعاون في مجال الطاقة، وأن اجتماعات منفصلة عقدت بين وزيري النفط والطاقة وبين مسؤولين في كبرى الشركات لدراسة أوجه التعاون. حذر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون من الغموض حول مستقبل أمن الطاقة في أوروبا، وقال إن بلاده تملك ما يكفيها من إمدادات الغاز لتجاوز هذا الشتاء، غير أن المستقبل غير مضمون. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد بإيقاف عمل خط الأنابيب السيل الشمالي إذا نفذت روسيا أي عمل عسكري ضد أوكرانيا. بايدن وهو معارض قديم لهذا المشروع الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق من دون المرور بالأراضي الأوكرانية. أزالت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان الرسوم الجمركية من على نحو 1,250,000 طن من واردات الصلب اليابانية سنويا، فيما أضافت وزارة التجارة الأمريكية 33 كيانا صينيا إلى ما يعرف بقائمة الصادرات الخاضعة للتحقيق. الجانب الأمريكي أوضح أن القرار المتعلق باليابان يشترط على طوكيو مكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب والتي تتركز في الصين. أما القرار المتعلق بالصين فيهدف إلى التحقق من قانونية الشركات الصينية وعدم تأثيرها على الأمن الأمريكي القومي. تقدم نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بمشروع قرار إنفاق قصير الأجل لتجنب حالة الإغلاق الحكومي. ومع اقتراب موعد نفاذ الأموال المخصصة للوكالات الفيدرالية في 18 من الشهر الحالي، يحاول أعضاء الكونغرس الاتفاق على أرقام الإنفاق لهذا العام. يذكر أن عمليات الإغلاق تؤدي عادة إلى وقف مئات آلاف الموظفين الحكوميين عن العمل، فضلا عن إغفال الوزارات والإدارات العامة والحدائق والمتاحف ومؤسسات فيدرالية أخرى. ختام الظهيرة لليوم اخترناه من إيران وتحديدا من بازار طهران، الشاهد الحي على التحولات السياسية والاقتصادية التي مر بها هذا البلد. ويشهد الجميع مروان بأهمية هذا البازار وفعاليته ودوره المهم والمؤثر في الحياة الثورية برجالاته من تجار ورجال دين ومثقفين وطلبة اتحدوا جميعا من أجل إيران، حالة قد لا تجدها في أي بلد آخر. التفاصيل مع بسان طراف. منذ عام 1941 كتبنا شعار قطع اليد الوسخة لعملاء إسرائيل من كافة الدول الإسلامية. يذكر اسم بازار طهران الكبير إلا ويذكر معه اسم الثورة. هذا البازار هو الشاهد على التحولات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، ومن بوابته انطلقت شرارة الثورة الإسلامية. قال الإمام الخميني إن البازار هو الذراع القوية للثورة الإسلامية،
تجار البازار قاوموا بدعم الثوار وعائلاتهم ماديا وبدعم الاقتصاد الإيراني ومحاربة الاقتصاد الغربي. أهمية البازار بعد انتصار الثورة أنه حمى إيران من أن تكون مديونة لأي دولة خارجية. هذا مسجد أشاه أو ما بات يعرف بمسجد الإمام بعد انتصار الثورة الإسلامية، فالتاريخ يسجل أن الثورة دخلت من هنا، ومن هنا أيضا ألقى البازار ثقله إلى جانب علماء الدين داعما معسكر الثورة ومضادعا النظام الملكي، فكان شريكا أساسيا في انتصار الثورة الإسلامية. لولا دعم البازار والبازاريين وعلماء الدين للثورة ما كانت لتنتصر. صحيح أن الثوار كانوا من الشعب ومن الجامعيين والمثقفين، ولكن لأن قلوب البازاريين كانت متدينة وإسلامية كان دعم الثورة بقوة أكبر. نفتخر بالثورة، طردنا أمريكا والشاه من بلادنا وهذا أمر ليس عاديا، ومن تمكن من نيل حريته واستقلاله بيديه سيتحمل العقوبات والحصار والغلاء. بيسان طرف طهران، الميادين. الظاهرة انتهت. إذا نذكر بالعناوين. استشهاد 3 فلسطينيين من كتائب شهداء الأقصى برصاص الاحتلال المباشر على مركبتهم وسط نابلس، والمقاومة تتوعد بالرد. الاستخبارات الروسية تحذر من مخطط أمريكي لتحريض متطرفين في دمشق واللاذقية على مهاجمة القوات السورية والروسية والإيرانية. بعد محادثاته في موسكو، الرئيس الفرنسي ينقل مقترحات بوتين إلى كييف، ووزير الخارجية الأوكراني يؤكد لن نتجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة إلى روسيا ولن يجبرنا أحد على ذلك. بعد معارك عنيفة، قوات الجيش واللجان تحرر معسكر المحصام شمال حرض الحدودية مع السعودية، والتحالف يعترف بمقتل العشرات من عناصره. وكان في النشرة بازار طهران شاهد حي على تحولات إيران وركن أساسي لاقتصادها وانتصارها وصمودها. وكان في أخبار الاقتصاد، بغداد تسمح بدخول الشاحنات السورية عبر الحدود البرية، ودمشق تصف القرار بالنقلة المهمة في التعاون الاقتصادي العربي. وكان في أخبار الرياضة، الأهلي يحمل أمال مصر لتعويض خيبة أمم أفريقيا ويحلم بالتأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. نعم، وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله. إلى اللقاء.